والنظر في هذا لابد من الرجوع إلى كتب الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم. الشريعة، هل عندي سؤال، هل كلفنا الله بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ من يعرف؟ برفع الإصبع أحسن. نعم الشيخ. خطأ. كلفنا الله بما نطيق، يقول خطأ. من يعرف؟ بأكثر مما نطيق، طبعا خطأ. كلفنا الله بأقل مما نطيق. نصلي كم صلاة؟ نستطيع أكثر؟ نعم. نصوم كم شهر؟ شهر واحد. نستطيع أكثر؟ نعم. ولهذا كانت الفريضة والنافلة، صحيح، لأننا نقدر أكثر. إذن كلفنا الله بأقل، سبحانه وتعالى، بأقل مما نطيق. ومع هذا جاء التخفيف، قال عليه الصلاة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن كلفنا الله بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التيسير. بماذا؟ قال بأمور، منها مثلا الإسقاط، إسقاط الصلاة عن من؟ عن الحائض، لا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أو التأخير، تؤخر، مسافر يؤخر الصيام إلى الرجوع. أو قصر الصلاة، تصلي الرباعية في الحضر 4 ركعات وفي السفر تصلي الرباعية 2 ركعات. نعم. أو الجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. إذن هذا الدين يصل. ولهذا يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله، كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: إذا جاءتنا فتوى ميسرة وفتوى فيها تعسير، تأخذ بالفتوى أيهما؟ الميسرة، لأن هذه الشريعة ما لم تتبع الرخص، لأن من تتبع الرخص تسندق، فعندنا فتوى فيها تيسير وفتوى فيها شيء من التعسير، فتأخذ بالتيسير لأن هذه الشريعة أصلا. نعم. قال رحمه الله: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم. إذن هذه الشريعة جاءت بكل يسر، ومع هذا جاء التخفيف، سمي الفقهاء الرخص. نعم. وليس واجبا بلا اقتدار ولا محرم. لكن لحظة واحدة، لدينا مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، هذه ليس فيها تيسير، ومشقة تنفك عن العبادة فهذه فيها تيسير. مثال: الآن بعض الناس يقول: والله ما استطيع أصلي في هذه الأوقات، الفجر يؤذن 4:40 تقريبا، وأنا ما أستطيع والله، أريد أنام إلى 6:00، هذا يشق علي، والدين يصل، لا أستطيع الصيام في هذا العام. لماذا؟ لأنه شهر الصيام يأتي في هذا العام في شهر الصيف، والصيف متعب، أنا أؤخر إن شاء الله إلى الشتاء وأصوم. نقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، هذه ليس فيها تيسير، إلا إذا لم يستطع الصوم وكان يغمى عليه مثلا، فهذا يخفف عنه. نعم، هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، هذه ليس فيها تيسير، والمشقة التي تنفك عن العبادة هذه فيها تيسير. نعم. قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقدر على العمل بالكلية، لابد أن يأتي به كاملا. تستطيع القيام في الفرض؟ نعم، لابد أن تقوم، لأن القيام في الفرض ركن. جاء الإنسان وقال: لا أستطيع القيام بالكلية، إذن هذا الثاني لا يستطيع على الفعل بالكلية، يسقط عنه بالكلية. إذن الأول يقدر عليه، لابد أن يأتي به كاملا، لا يقدر عليه يسقط عنه، يقدر على البعض دون البعض الآخر، هذا القسم الثالث. ننظر: إذا كانت العبادة تتجزأ جزأناها عليه، الذي يقدر عليه يأتي به، والذي لا يقدر عليه سقط عنه.
وإذا كانت العبادة لا تتجزأ سقط عنه بالكلية. مثال الأول، ما هو الأول؟ يقدر على البعض دون البعض. قال استطيع القيام في صلاة الفريضة مقدار قراءة نصف الفاتحة، نقول لابد أن تقوم. قال ثم يأتي الألم، اجلس. صحيح؟ نعم، لأن العبادة تتجزأ. أما الصيام، قال استطيع أن أصوم 3 ساعات والنهار 6 ساعات مثلا، العبادة تتجزأ؟ لا، إذن سقط عنه القيام بالكلي. إذن يقدر عليه لابد أن يأتي به كامل، يقدر لا يقدر عليه يسقط عنه، يقدر على البعض دون البعض، الذي يقدر عليه إذا كانت العبادة تتجزأ أتى به، وإلا سقطت عنه بالكلية. نعم. قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. لدينا محرم ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة، من يفرق؟ هذا العلم الآن لابد تفرق بين الضرورة والحاجة، ما الفرق؟ قال الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة. ها، الضرورة لا يمكن أن تدفع، لو دفع الضرورة مات. الآن مضطر لأكل الميت، إن لم يأكل كان الهلاك الموت. أما الحاجة يمكن أن تدفع. الضرورات تجعل، الضرورة تجعل المحرم حلال وجائز، أما الحاجة لا تجعل المحرم حلالا، تجعل المكروه حلال. مثال الآن، الأكل باليمين حكمه واجب، والأكل بالشمال كبيرة من كبائر الذنوب. تمام، يده اليمنى مكسورة، كل باليمين. قال لا أستطيع، لو آكل قد أتأذى وتنكسر مرة أخرى، فهذا مضطر أم لا؟ يأكل بالشمال. إذن المحظورات هنا جعلت المحرم حلال. طيب، الأخذ والإعطاء بالشمال حكمه مكروه، أخذ إعطاء باليمين حكمه مستحب. اليد ليست مكسورة لكن فيها يعني مثل الرضة مثلا يقول، ويستطيع يأخذ ويعطي بالشمال لكن مع شيء من الألم، فهذا أصبح لديه الأخذ والإعطاء بالشمال جائز. أما الأكل لا، نقول لابد أن تأكل. مفهوم؟ هذا الفرق بين الضرورة والحاجة، الحاجة يمكن أن تدفع لكن الضرورة لا يمكن. فالضرورات تجعل المحظورات حلال، لكن الضرورة تقدر بقدرها. يعني لا يأكل من اللحم المحرم حتى يشبع، يأكل حتى يرتفع الضرر، فإذا ارتفع الضرر أصبح اللحم الآن محرما عليه. نعم، ولهذا قالوا أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قال رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. بقدر ما تحتاج، يعني لا يزيد عليها. نعم. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. أولا، الشريعة جاءت لدفع الوساوس والشكوك، لا يوجد عندنا وساوس وشكوك في الشريعة. الوساوس من؟ الشيطان، والشيطان يريد إفساد العبادة عليك بالوساوس والشكوك. ولهذا كانت الشريعة ليس فيها وساوس. سئل أحد السلف قال: ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عبادتهم؟ قال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب، أعمالهم خراب، الشيطان لا يأتي. الشيطان يأتيك هنا في المسجد، يأتيك في الطهارة، يوسوس عليك، يريد إفساد العبادة عليك. فأنت إما أن تكون مع الله وتترك الوساوس، أو مع الشيطان حتى يعني نسأل الله عليه السلام. ولهذا جاء الرجل لابن عقيل، ابن عقيل إمام، قال: يا إمام، إني أنغمس في اليم وأخرج وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ قال: أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا يصل. قال: ولما تسقط عني الصلاة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وأنت أحدهم. أرشد إلى ماذا؟ إما أن يترك الوسواس أو مجنون. يختار ماذا؟ جنون
ترك العبادات؟ لا، إذا نترك الوساوس. فالشريعة جاءت لهذا. عندنا قواعد، منها اليقين لا يزول بالشك. الله أكبر، كبر. ثم جاء الشيطان قال متوضئ، قال نراجع، لا ما يصح. كبر على ماذا؟ على أنه متوضئ، لا يمكن له الخروج من الصلاة، لو خرج آثم. توضأ وعندما جاء للمسجد هل مسحت رأسي؟ هل كذا؟ انتهت العبادة، لا يمكن الالتفات إلى الوساوس. إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا ولو كان 99%. مفهوم؟ صلينا الآن، صلى راتبة الفجر والشك، هل قرأ الفاتحة أم لا؟ انتهت الصلاة؟ نعم، لا يرجع إليه، لو رجع آثم. إذن هذه الشريعة جاءت لقطع الوسواس، هذا بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إلى الشك. داخل العبادة إذا كانت الشكوك كثيرة لا يلتفت إليه، يقول دائما السجد السوء، إذن أنت موسوس لا تلتفت، سجدتين دائما. مفهوم؟ أي نعم. نادر وقليل ما يسجد للسهو، فهذا ينبني على ما ترجح لديه، إن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. إذن الشريعة جاءت لقطع الوساوس. نعم، تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن أنه على وضوء وشك هل خرج منه شيء أم لا، ماذا يصنع؟ يرجع يتوضأ؟ لا، آثم، يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة. مفهوم؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. نعم، بارك الله. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم، والأصل في المياه. الآن أراد أن يبين لك قواعد تحت هذه القاعدة، أصول تبني عليه حتى ترتاح. مفهوم؟ نعم، قال رحمه الله. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل في مياهنا ماء. هذا الأخ قال أنا أشك في هذا الماء أنه نجس، وهذا قال لا. مع من نحن؟ مع من؟ مع الحق. نعم صحيح، ومع الله، مع الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في مياهنا الطهارة. هذا يدعي نجاسة هذا الماء، لابد من إقامة الدليل على هذا بالتغير لون أو طعم أو ريح. فلو شككنا في ماء قال هذا الماء نجس وهذا قال الماء طهور، نبني على الطهارة. نعم، جاء بعض الناس وقال يا أخي هذا المكان ما نستطيع نصلي فيه، اليوم لابد تغسل المسجد. تقول لا، الأصل الطهارة، أنت تدعي خلاف الأصل، تقيم الدليل على هذا. الأصل في مياهنا والأرض والثياب والحجارة. تأتينا ثياب الآن وقال ما أدران أن هذه الثياب نجسة، نبني على الأصل، اللي يخالف الأصل يطالب بالدليل. نعم، قال رحمه الله. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هذاك الله ما يمل. نعم، فافهم هذاك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك. الآن الأصل في وطأ النساء، أراد أن يطأ مرأة وشك في هذه المرأة هل هي زوجة له أم لا، فالأصل التحريم. نعم، فلا يمكن أن يطأ مرأة إلا بعقد صحيح أو ملك يمين. نعم، إذا شك في مرأة فالأصل أنها حرام عليه، ولا يمكن أن يستحل وطأ هذه المرأة إلا بعقد زوجية صحيح أو بملك يمين. نعم، طيب، واللحوم. اللحوم نجعلها على قول أن اللحم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يمكن أن نتعدى على معصوم. يقول من هو المعصوم؟ المعصوم المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن. مسلم معروف، وذمي يقيم تحت خلافة الدولة المسلمة يدفع الجزية، والمعاهد عهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، والمستأمن الذي يدخل نعطيه الأمان
يدخل إلى الدولة المسلمة يتعرف على الدين أو للتجارة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، من دخل المسجد فهو آمن. إذا كل المسلم على المسلم حرام، دمه ما يستطيع أن يتعدى عليه لا بالقتل ولا بالضرب ولا بغير هذا، وماله ما يستطيع أن يتعدى على المال المعصوم، وعرضه لا يمكن تتعدى على المسلم بالغيبة بالنميمة بالسب بالشتم. نعم. والأصل في الأرضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجاء الحل، فتهم هداك الله ما يمل. نعم، إذا جاء بأمثلة على الجواز وأمثلة على التحريم. نعم. قال رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم، الأصل في العادات الجواز والحل. قال: عندنا العادة في هذه البلاد المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى المباركة فيها وديم علينا نعمة الأمن والإيمان. قال: العادة عندنا أننا نصنع كذا وكذا وكذا عند العرس، واختلف هذا معه، قال هذا حرام وقال هذا لا جائز وحلال. نتمسك بماذا؟ بالأصل وهو الحل الإباحة. من يدعي التحريم عليه الدليل. قال: عندنا العادة يا أخي لابد في العرس من موسيقى وطرب ورقص، والأصل الحل. نقول: نعم الأصل الحل، لكن جاء دليل يخرج هذا من الحل إلى الحرام بل إلى الكبائر. نعم، إذا لو اختلفنا في أي عادة من العادات نقول الأصل الحل. قال: الطعام عندنا لابد تأكل على هذه الطريقة. يا أخي لماذا؟ قال: هذه العادة عندنا، نأكل على هذه الطريقة، يقدم أولا الشاهي ثم القهوة كذا مثلا ثم كذا ثم كذا. نقول: لا إشكال، هذه من العادات والأصل في عادات الحل. قال: نلبس على كذا، يعني عندنا مثلا أخواننا القطريين يلبس العقال هذا اللي هو شيء يعني من الخلف، لا إشكال في لبس هذا العقال وكذا، لا عندنا إشكال في هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الدرس في الحرم المسجد الحرام سألوا عن لبس العقال، ويوجد طالب يلبس عقال، فأخذ الشيخ العقال وضع على رأسه وقال: أكمل. يعني إجابة عملية. نعم، والأصل في العبادات المنع. يريد يصلي نقول حرام حتى تأتي بدليل على الصلاة. تفعل أي شيء في العبادة هذا محرم، ولهذا كان شيء عندنا يسمى البدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم، يقول الآن نرجع إلى أي شريعة؟ إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟ ننظر إذا جاء في شرعنا ما يوافقه نعمل به. لماذا؟ لأنه جاءنا في الشريعة، جاء ما يخالفه إذا لابد نخالف. نعم. قال رحمه الله: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. سكن تسلم على هذا أحسن. نعم، يقول لا يمكن أننا نحكم إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. عندنا ثلاثة أشياء، انتبه يا أخي: وسائل ومقاصد وزوائد. كم؟ ثلاثة. القصد الصلاة، الوسيلة المشي، خلاص. المتممات والزوائد الرجوع. تمام، ايش تصلي؟ صلاة الفجر واجبة، اذا المشي وسيلة فهو واجب، اذا القصد صلاة، وسيلة المشي، المتمم الرجوع، الحج وجب عليه الحج، القصد الحج، الوسيلة الاشتراك في الحمل الآن. نعم، المتمم الرجوع، إذا يؤجر على الذهاب. نعم، والعودة لا يؤجر عليها، يؤجر لأن هذا متمم للعمل، مفهوم؟ إذا عندنا ثلاثة أشياء: وسائل ومقاصد ومتممات. الوسائل يقول لها أحكام المقاصد، ما لم تكن الوسيلة ممنوعة، يعني قد تكون وسيلة ممنوعة
قال أمطعمة الأيتام من كد فرجها عليه الصلاة والسلام. قال لك الويل، لا تزني ولا تصدق. المقصد إطعام الأيتام، الوسيلة نسأل الله السلامة ارتكاب الفاحشة. قال لك الويل، لا تزني. إذن الغاية لا تبرر الوسيلة، قاعدة من قواعد الكفر. الغاية تبرر الوسيلة، قاعدة من قواعد الكفر. القاعدة عندنا الوسائل لا أحكام المقاصد ما لم تكن الوسيلة ممنوعة. أي نعم. الآن عندنا الدعوة إلى الله، مقصد حكم الدعوة إلى الله، مقصد الوسيلة إليها. قال أناشيد، هذه وسيلة، ننظر وسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ لا ممنوعة، لأنه قام المقتضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. برئنا إلى الله من معشر الله بهم مرض من سماع الغنى، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنا دندنا. متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع؟ متى؟ في أيدي صح؟ أي نعم. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس اجتمعا، وسيلة لكنها ممنوعة. إذن أتينا بأمثلة وسائل مشروعة، وسائل ممنوعة. الوسيلة إذا كان لا تصادم الشريعة لا إشكال. الميكروفون الآن، جهاز التصوير هذا. نعم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. نعم، الخطأ والجهل والنسيان أسقطه الله سبحانه وتعالى من حقه، لأن عندنا حقوق الله مبنية على العفو، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ما معنى هذا؟ يعني الآن إنسان أذنب، إيش يصنع؟ يستغفر. طيب، تعدى على إنسان وجاء إليه وقال الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، طيب أخذ مال هذا مثلا، أخذ كتاب الشيخ وقطعه، وقال لماذا تقطع كتاب؟ قال استغفر الله العظيم، أتوب إلى الله، الله غفور رحيم، والله ما أردت كتابه، أردت كتاب الشيخ راشد. رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكري عليه. نقول لا، هذا في حقوق، في حقوق الله. أما في حقوق العباد لا تضمن إلا إذا أسقط صاحب الحق له إسقاط الحق. مفهوم؟ أي نعم. تعيد. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معبودنا الرحمن. نعم، خطأ قتل خطأ مثلا، والنسيان نسي وأكل وهو صائم. نعم. طيب، الإكراه أكره على شيء وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. نعم، لكن متى زال الإكراه يجب عليه قضاء ما فات. مثال: أكره على تأخير الصلاة عن وقتها، ماذا يصنع؟ زال الإكراه يصلي الصلاة. نعم.